المغالطات في علم المنطق يتعلمها المفكرون كي لا ينحرفوا عن الحقيقة. كنت أقرأ للعقاد كثيرا، وكنت أراه يحشد الحجج والمواقف من كل صوب لتأييد وجهة نظره، وكان يتجاهل بعض المواقف التي لا تخدم رأيه، وكنت أحس بهذا ولا أعرف له اسما. وعرفت بأخرة أنهم يسمونه الانحياز التأكيدي، وهذا أخو التفكير الرغائبي. هناك عشرات من أشكال الانحياز التأكيدي. هذه المغالطة المنطقية بشكل عام مما يهمني أمره كثيرا. فأنا أجد مؤرخا يرفع صلاح الدين الأيوبي إلى مصاف المعصومين، وأرى غيره يتهم الرجل بشتى التهم. أما الذي يتهمه فنقول له: تريد أن يذيع اسمك يا رجل؟ أنت طالب شهرة بالتشهير. وأما الذي ينزهه تنزيها فنقول له: لا يكون التاريخ تاريخا إلا إذا كان منصفا وعادلا. كتابك نضعه على رف قصص القديسين لا على رف كتب التاريخ. وقد أقرأ كتابا فيه انحياز تأكيدي جارف. هذا كتاب عن عمر بن عبد العزيز، فيه حقائق وفيه خرافات. أتمتع بسيرة هذا الزاهد العادل وتعجبني القصص. القصص المصنوعة نوع من الأدب. هذا كتاب آخر عن هتلر، فيه انحياز تأكيدي ضده، وليكن كتاب العقاد. هتلر في الميزان. هتلر شخص ارتكب جرائم مؤكدة بحق البشرية، وهو في بعض الجوانب غير سوي. مما لم يعجبني في كتاب العقاد قوله إن هتلر كان يمنع طبيب أسنانه من استعمال البنج المخدر ولا يبدي أي شعور بالألم، فهو يكمل العقاد مثل النساء اللائي فطرهن الله على احتمال الألم لما يعانين في الوضع. لم يعجبني منطق العقاد هذا، ولا أصدق أن النساء أحمل من الرجال للألم. والعقاد فوق ذلك مخطئ. تقول الديلي ميل نقلا عن طبيب أسنان هتلر يوهانس بلاشكي: إن أكثر ما كان يخيف هتلر طبيب الأسنان. فهل كان بلاشكي صادقا؟ لا أدري. وهل المقالات التي تنشر عن هتلر وعن أسنانه خالية من الغرض؟ بالطبع لا. كل شيء كتب عن هتلر من كتب ومقالات في الغرب فيه قدر من الشيطنة. هو مجرم، وهو دكتاتور وعنصري، وهو ساقط أخلاقيا، نعم، ولكنك لا تجد في الكتب الغربية التي كتبت عنه درسا جيدا للتاريخ. بعضهم يخاف التهمة. لا أدري إن كنتم لاحظتم ما فعلت أنا. هل لاحظتم أنني وصفته بصفات بشعة تحسبا من أن يظن أحد أنني أرى فيه خيرا؟ وبعضهم ينساق وراء الرأي السائد. الأدهى من ذلك الرعاع في بلادنا ممن يمجدون هتلر. هناك شيء في نفسية الرعاع، يحبون القوي حتى لو كان مجرما. أقول قولي هذا وأتمنى أن يفارق المؤرخون طفولتهم الفكرية ويكتبوا لنا شيئا يستحق القراءة. فرغم أنني أتلذذ بالقصص الجميلة عن عمر بن عبد العزيز مثلا، فأنا أريد كتابا في التاريخ بدون مبالغات.